خمس سيارات شهيرة هي الأكثر خسارة عند إعادة بيعها. أولاً مرسيدس بنز جي ال اس، إذ تبدأ تكلفتها عند الشراء كسيارة جديدة ب 216,000 دولار، وعند إعادة بيعها مستعملة تتراجع قيمة هذا الطراز إلى 44,000 دولار. ثانياً مرسيدس بنز جي ال اي، سعرها 90,000 دولار، فيما تقدر قيمتها عند البيع بنحو 40,000 دولار. ثالثاً رانج روفر، تصل تكلفتها عند شرائها جديدة 130,000 دولار، فيما تتراجع إلى 58,000 عند إعادة البيع. رابعاً بي ام دبليو الفئة السابعة، حيث يدفع المستهلك مقابلها 107,000 دولار كسيارة جديدة، فيما تصل قيمتها عند البيع ل 50,000 دولار. خامساً وأخيراً مرسيدس بنز سي ال اي كلاس، وتبدأ تكلفتها عند الشراء ب 58,000 دولار، أما عند البيع فيصل سعرها إلى 28,000 دولار.